خد نهى. الو، اهلا بيكي يا نهى، اتفضلي. مساء الخير، ازيك يا لميا؟ مساء النور، اهلا بيكي. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم، اهلا وسهلا. كنت عايزه اسال حضرتك سؤالين. انا هتم سن 40 وعايزه اسال، انا طولي 160 ووزني 73، فايه الوزن المناسب لسن ال 40 عشان يعني الخشونه وجميع الحاجات؟ السؤال الثاني، ايه الاكلات اللي المفروض اكلها في اليوم، سواء خضروات او فاكهه او اكل معين او فيتامينز تنفعني سن ال 40، يعني بحيث ان انا احافظ على الخشونه وكل الحاجات اللي حضرتك عليها يعني. تمام. شكرا. اوكي. طيب، هو مبدئيا حته ان انا اقول يعني، كان زمان اسم ال نهى. نهى، بصي يا مدام نهى، هي فكره كان زمان يقول لك مثلا انت كان طولك كذا، مثلا سي مثلا 160، يبقى احنا بنشيل من السيدات 105، ده بالوزن المثالي، يعني المفروض يكون وزنك 55 كيلو. هو طبعا قلنا الاحدث دلوقتي، هو في اجهزه حديثه جدا بتحسب تفاصيل الجسم بصوره ادق من الميزان، مع ان ممكن قوي تبقى واحده نفس طولك ونفس وزنك والتكوين الداخلي مختلف تماما. رغم طبعا في الاخر وفي ايه الشكل كمان يعني معايا تكوين العضلات مختلف، وزن العضلات الدهون مختلف، معدل الحرق، فما ينفعش كلام واحد. عشان كده هو الاحدث دلوقتي هو الاجهزه اللي بتحط بتحسب تفاصيل الجسم. مجازا لو افترضنا قلنا الوزن المناسب منك 60 مثلا، تمام، يبقى في 12 كيلو زياده تفقديهم، وعشان نفقدهم بصحه من غير اثر على بالعكس ما تفقدي وزن، طبعا كل كيلو زياده بيمثل 5 كيلو على مفصل الركبه، مفيش شك يعني. هي الفكره الاكل الصحي كلها، كل الخضروات ربنا خلقك ممتازه، كل الفاكهه اللي بتاكليها ممتازه، بس هي الحاجات اللي سعراتها عاليه معايا، لو افترضنا ولا استفندي ولا المانجا ولا العنب ولا التين، وساعات برضو خليك الرمان رغم ان القيمه الغذائيه ممتازه فيه جدا، يعني ممكن اقعد على الرمان اتكلم ساعتين على القيمه الغذائيه اللي فيه، بس ما ينفعش في الدايت معايا. يعني مش كل حاجه ليها قيمه غذائيه، ده اللبس اللي بيحصل. يا دكتور، انه كل الحاجات يعني في ربنا سبحانه وتعالى ادانا حاجات كتير جدا مفيده لينا، ولكن فكره الكميات، انت بتاخد ايه بكميات قد ايه وسعرات قد ايه بالظبط؟ طالما انا عايز اديكي رجيم محترم يخسس وبصحه، بحسب لك كل حاجه صح. يعني لو حضرتك بتتكلم عن الرومان وقد ايه هو فيه فوائد يعني كتير، يعني مشروع العمر الطويل، يعني مش عايز اقول ممكن لما اخد بدل ما اخد واحده اخد 10، انا كده ما خدتش فايده، انا كده خدت كارثه بقى. وفي ناس يعني مثلا انا ممكن قوي مثلا اقول انا مثلا الرمان مثلا سعراته عاليه بالنسبه لي، خصوصا يكون عصير رمان، بغض النظر ان هو فيه فيتامين ا، فيتامين سي، في انتي اوكسيدنتس عالي جدا، يحافظ على البشره ويمنع الشكوى. يعني ممكن انصحها من مدام نهى ان الرمان ممتاز تمام ومضاد للاكسده ويمنع شروط الخلايا ويمنع التجاعيد، بس سعراته عاليه، فلو حافظ كميه ايه محسوبه منه تمام، خصوصا اي حاجه لونها غامق. هل الكميه الصغيره دي يا دكتور تكفي لحضرتك بتقول عليه؟ يعني ده اللي عايز اقوله بقى، برافو عليك يا لمي، مش كتر الكميه، يعني جسمك بياخد اللي هو محتاجه، زادت هيحاول لايه، ينزل في الفضلات وينزل مع البراز والكلام ده كله، هي مش كتر الكميات. يعني انا مش عايز اقول البروتين اللي انت بتاكليه دوت، الجسم بيستفاد 2-3% من البروتين اللي بتاكليه معايا، والباقي كل ده زياده، فمش كتر الكميات، مش لازم اكل نص فرخ تمام. عشان كده هو اللي بياخد سعرات زياده، او هي عشان مرحله الشبع ما بيبقاش عنده، ما بيشبعش، فعمال ياخد من السعرات الحراريه الزياده اللي ما فيهاش مرحله الشبع عنده. حته ما بيشبعش دي، ازاي البني ادم بيوصل لمرحله انه ما يشبعش؟ هو الفكره كلها المفروض طبيا في هرمون بيطلع اسمه جرين الهرمون، معايا، بيطلع من المعده يدي احساس بالايه؟ بالجوع تمام؟ ويبعت اسمه ده للمخ معايا اشاره نبتدي يحرك العضلات، تتجه على الثلاجه، تفتح الثلاجه اوتوماتيك تطلع اي حاجه تاكليها تمام؟ ومفروض بعد ما تيجي تاكلي في حاجه اسمها الليبتين هرمون بيطلع من الغدد الدهنيه، عشان رغم الغدد الدهنيه المسؤول عن السمنه، بيطلع منها الهرمون اللي بيدي احساس بالشبع. سبحان الله معايا. ففي ناس بيبقى عندهم الجرين هرمون شغال مستمر، انت واحده بكميات كبيره بتطلع، ده بيبقى خلل في حاجات معينه ساعات عشان يعني مش كل الحالات طبعا، مش عايز اقول لك يعني ممكن يكون خلل الموضوع دوت بنسبه قليله يعني تمام. مع الليبتين هرمون بيقعد فتره عقبال ما بيوصل لمرحله الايه الشبع. غير برضه الناس اللي دايما وزنهم زياده، حجم المعده بيبقى كبير جدا، المفروض انت ما بتيجي تاكلي المفروض ان احساس الشبع يجي بعد ثلث ساعه من بدايه الوجبه. هو في خلال ثلث ساعه ممكن ياكل كميات كبيره جدا نتيجه حجم المعده، مفيش هضم بصفه يعني، مفيش حته المضغ يعني، المفروض اي لقمه تقعدي من 18 ل 20 مره تمضغيها، احنا على طول احنا بنظبط انت، هي دي الفكره يعني تمام. فالمفروض لما بيحصل نوع من انواع التمدد مع اكلك، للتمدد للمعده يدي اشاره للمخ برضو انك ايه، لو حصل تمدد بسيط المعده يدي اشاره بالشبع فيها، عشان نتيجه كبر حجم المعده، الناس اللي وزنهم زياده قوي فعشان المعده تتمدد بعد ما ياكلوا كميات كبيره، فبيوصل مرحله متاخره، احساس الشبع بيوصل ايه في مرحله متاخره جدا، بيكون اكل كميات طبعا كبيره جدا تمام.